أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السند كسودة وادة واركي ودن بيا أعلن سيدة ميديا حوك حساسية بيالكا ترسانة أبقال أو خوب إيا عيدة مالا صوب بحضي كان أخور تيمي الدورة شدقرنكا باشا عبد الله عروني او كميدها بيلها ديغا غوبل كشبيلة ذا ديحي ايا دولو تسحوك بدن كسو بندق تاي ديغان كحاج علي او هوستاق ديغمدا عدلا اي غوبل كشبيلة ذا ديحي هالكاس او لغو قبطي كولان وين او باشو اي اوغا تشانيسا اي هيدا سياسة ديت قاديد دقال هوب اي عيدا ما ادو فرب بدن اي باشاني كسو بندق تاي ديغان كحاج علي وحينا وحقرات كباشا او ورباهن تلا حدلا يكو قوديين ان هير شبالي اي سان دورو شاكا دي عدونين إلا لغا حالين ايو تبشبه اي خبان اسلام مركاسين هوب اي عيدا ما ادو فربادن صوب بندقين او ديال او حدلا اي باشا سي ايا شيغي ان كراستا هوب بقل افرتاني كو اي هوب بقل افرتاني لح اي حقوق دو ده سياسة ديت كم مقانتهي ايو با قدر اي حكومة ده فدرالك صوماليا بيله مدلود او باشاني اي كدالتي ايو مدحد الدولة قبلت كهير شبالي مختار احمد محمد او اهدوق قود اي باش عبدالله عروني ايا كدقي ان لبداسي كرسي اي كلا احب بقل افرتن يكو يحب بقل افرتن لح ديگان دور شدود اللقية يوم مقالة جوهر ايادو ان لغو هشين اسلامر كاسين اي مسؤوليات دا وحيد دعا اي قادي دونتو حكومة ده هير شبالي وحان كعود سنينا بيلوين تمدلو دولد قبلات كهير شبالي اي الدولد ده دحي اي فدرال كصوماليا قالت كاني هوري ايو دعي بقل صدن اي اللبذي اوضي اي لسميي دورشادي اللبكون اي اللبي طبانكي وحي هور سيدين بابا وحان كعود سنينا مدحدا اني حاليان قالت كاسي ايو يريمت كميد اهي اوضي ياشا باشا عبدالله عروني نوادون محمد فيني او كميد اه اوضي ياشا باشا ايا كدقي ان حقوق ده باشا سي ان لا اسكو دين ان لدود سيو هدي ان عدالة وينو وحادي عدونتو عواقب حما اد احن مالك سمري دون حقين ايو يري سيكستوها اهاتي اوضي ياشاني ايا باشاني ايا دينين علوس او ديلي دولد فدرالك صوماليا ايا مامل كهير شبالي دينا عطالة هوبك لغو وريجي قلمودك بودلان ميا كوديخ داي ميساوا لغا بين شاقي مامول قبلتك بودلان ايا مامول كا اي داريسك يهين اي قلمودك وريجي طبان غاري او سيديتك ميداهي اي يهين كوا دقال كا هل بو يد ايا هل غاري آن بلاس اهي مامول كا بودلان ما عدينين ان قاديدك اي هوبك اسي سارن با اي يهين حنتي اي لهات مامول كا بودلان او لغو ديقي قلمودك سيدوك لقلمودك ما عدينين ان هوبك اي قاديد كبا اي يهين وح لوغو ديقي اي مدى اي قلمودك لهيد او لغا هستي انتبا قدوميها قبل كمودك اي بودلان عبداللديف موسن نور سانياري وحا او ورباهن تو شاقي ان وزير كامنقا قلمودك احمد معلم فقي او كوريجي قاديد قاري يتوان قاري لكن ما اوسن شاقين ان قوارد اي لهيد مامولك بودلان الى ورايدو كالدوان اوكا كالترسن بودلان اي قلمودك اي الدولة فدرالكا ايا ورباهن تو شاقي ان قاديدك لغو ريجي قلمودوك اي احايين كوو مودة سانادو اهي كو حير نادك دا مقالة دا بوساسو او اي ماموش بودلان وحان الله وضي قلمودوك حوك تان هلنا يا تلماميسا ان قاديد كاني او قاري اي الا اللواتاني افر قاري وحان بيحسي دولد دا اوه قامن اي مدحوين حسن شيخ محمود اي دو اللوغو تلقلي قيبتا كو اي اللواتانات اي ملتريقا صوماليا او كهول قشا ديگانا دا قلمودوك حلقة قاديد كاني لغد جيد كد بوساسو ايا كو ادي ايادو اي دقالو قرار او دحيان ما مولادا بودلان ايا قلمودك ايا بودلان اي كسعودين مقالادا قالكعيو وحانا حلقاسي لوضا ما مولكا لهو قامين اي عبدويلي محمد علي قاس ايا عبدكرين حسين قوليت مدحوينيه مامولك بودلان اي حلقاسي عبدويلي محمد علي قاس ايا امري ان قاديد كاسي لحير وحانا بودلان قاديد كاسي كا استعماشي طواني افر قاري هالك طوان كي هارتي لغو ريجي قلمودك حكتا ايا سيدو كالت الماميسا ان مامولك بودلان اي كو ديقين قريا هاكو حيران قاديد كاسي دقالك او اسي ديد قري او دشيك يال اهي وريجين تقاديد كاني اياتي متكدي بوضا هذا اللو مالميه اللو صدا في مقدشة كود احمري مدحوين اياش اللو بداسي مامل مدحوين اقل مودك احمد عبد كاري خورقور اياتي قيسة بودلان سعيداني ويديستي ان لو فسحو قيب تيكا هرتي قاديد كي لوغا حيري دكاد بوساسو كدي مركي دوان مامل كاسي دقال كي عمار لوغا قبصدي قاديد ادو فربادان مامولك بودلان او دارين سن خساريه قلمودو كسو قاري داقالا دي ديگان كا عمارا سيدو كلانا كود دادالايا ان ايسان اسو دوانين خطرها الشباب ايا وريجيه قاديد كاني سيدو كلانا كود ديقاي
hubkii saarna maamulka galmudug iyo budlaan ayaa sidoo kale ku heshiiyay in aan la faafaahin xaqiiqda gaadiidka la wareejiyo waxaana la sheegay in galmudug ay ballantaasi fulisay iyadoo eegaysa baahiyaha ay gaadiidkaasi u qabta iyo hubka saaranba maamulka galmudug iyo budlaan ayaa sidoo kale ku heshiiyay in aan la faafaahin xaqiiqda gaadiidka la wareejiyay waxaana la sheegay in galmudug ay ballantaasi fulisay iyadoo eegaysa baahiyaha ay gaadiidkaasi u qabto iyo hubka la siiyey Allah u naxariistay taliyay qaybta 22aad ee militariga Soomaaliya General Cabdi Casiis Cabdullaahi Qooje ayaa soo bilaabay dadaalada ay galmudug doonaysay inay kula soo wareegto gaadiidkani hase yeeshee waxaa dib u dhigay khilaafaad siyaasadeed oo u dhexeeya labada maamul iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ka hor intaasi aan la xallin qarxii ismiidaaminta ahaa oo ka dhacay gaalkacyo laguna dilay General Qooje dhinaca kale madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la filayaa inuu dhowaan safar taariikhi ah ku tago gobolkaasi gado oo muddo badan ka maqan gacanta maamulkiisa safarka Axmed Madoobe oo ku aadan ka hor doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa xaqiijiyay gudoomiyihii hore ee gobolka gado Cismaan Nuur Xaaji Macalimu oo hadda ka mid ah siyaasiyiinta taageersan madaxweynaha Jubbaland Macalimu ma uusan sheegin waqtiga rasmiga ah ee uu Axmed Madoobe safar ku tagi doono gobolka gado balse wuxuu xaqiijiyay inuu socdo qorsha safarkiisa ahi sida laga soo xigtay macalimu horey uga mid ahaa garabka fila Soomaaliya ee gobolka gado booqashada Axmed Madoobe waxaa ka horeyn doono socdaallo ay halkaasi ku tagi doonaan madax uu ku xigeenkiisa ka mid yahay gobolka gado waxa uu hoos tagaa Jubbaland nin diidan iyo nin ogolaadaba waxa madaxweyne u ah Axmed Madoobe haddii sharciyada lagu dhaqmi waayo meel xun ayay arrinta tegaysaa waa in lagu shaqeeyaa sharcigii ay isku raaceen ra'iisul wasaaraha qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyada ayuu yiri Cismaan Macalimu dhanka kale waxa uu qiray in muddadii uu gudoomiyaha gada uu ahaa in go'doon adag gobolka galay dadka ay kala go'een iyo culays kale uu la soo dirsay shacabka halkaasi ku nool balse looga gudbay dadaalka uu sameeyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka